رجع من شجون الإسرائيليين معجوج اللي خرجوا في السبعين، يشتكي واحد منهم يقع رجال يروح يخارج دي العرولي فاطمة العرولي اللي حكم عليه بالإعدام. ليش؟ إنه هذه المرأة هي وأهلها كانوا يعني مغتربين بالسعودية اللي ما عرف ندري أعداء منه بتتآمر نعم مع دول العدوان عشان السيادة. ما جاء السفير لا داخل صنعاء واستقبلته بالقصر الجمهوري وانت تضحك من هنا فوق دماء الناس، فوق دماء الأطفال، فوق دماء بيتكم. هي فين الحل السياسي والرواتب حق الناس؟ كذب كذب، يعني مصلحتك أولا. قضية غزة دحين بترجعوا تبتزوا الناس باسم غزة، يعني هم أشرف من اليمنيين. احنا مع قضية غزة نعم، انهم يقاتلوا على ارضهم، انهم محتل الصهيوني، انت تسوي زيه وخس. هذه ذا الحين حكم عليه بالاعدام وعادوا بلغوه ليه يوم 21 فبراير في دروس 70. هيا انا اشتري قال تخرج، اللي خرجت معه تخرج تقول له عيب، فين القيام والتقاليد واحنا القبيله والضعيف والنشوان وين اللي جلستوا تزيدوا علينا الليل؟ بعد عبد الوهاب قطران، طبعا عبد الوهاب قطران من همدان. احنا هذه القصاص لو كانت وقعت ايام الجمهوريه ايام صالح، انه خرجوا وقطعوا الشوارع احنا همدان واحنا ذا، وراح صور القاضي، قاضي انسان محترم مخلق، راح صوروا مع دنا وصوروا مع جماعه ارهابيه سفله سفله، اسلوب دنيء، اسلوب واطي. وهذه العروري الان حكم عليه بالاعدام ما كلف. ليل فين؟ فين؟ دحين قلنا لكم لو ايام صالح انه نزلوا الجنبيه حق صالح البيضاء ورداع، والجنبيه الثانيه شلوا لنا لامدان، بهي خندق النبي يقطعوا الشوارع وبيدخلوا المعسكرات بيصلحوا بلطقه.